أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صحافة الأسبوع، معي أنا عبد الله بختر. ونبدأ من صحيفة الأيام بهذا الخبر الذي يحمل عنوان النائب العام: لا وجود لأي سجون سرية في عدن وحضرموت. وقال النائب العام: كل ما يجري على الساحة اليمنية منذ قيام الانقلابيين بالسيطرة والتمدد على مناطق واسعة في اليمن حتى يومنا هذا يعد مكايدة سياسية تم من خلالها إقحام حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالقضاء والعدالة. وقال أيضا: نحن كسلطات قضائية لا نتدخل بالأمور السياسية، وهمنا وتركيزنا منذ اندلاع الأحداث حتى هذه اللحظة القيام بالأمور المتعلقة بالسلطات القضائية من أجل إعانة الناس في قضاياهم. وتابع النائب العام قائلا: المشكلة التي تؤرقنا حاليا هي أن عائلات عشرون مخفيا يدعون بأن أولادهم مخفيين وغير معروف مكانهم. بدورنا قمنا بإبلاغ وزارة الداخلية وقوات التحالف. واختتم كلامه: تأكدنا من إشاعات وجود سجون سرية وتم التحقيق في كل هذه المزاعم ولا صحة لها مطلقا ولا توجد أي سجون سرية في عدن وحضرموت. وقال: كل من كانوا محتجزين على ذمة قضايا جنائية بسيطة في السجون المركزية تم الإفراج عنهم، عدا القضايا الجسيمة والقضايا المتعلقة بالإرهاب تمت عملية إحالتهم للقضاء للبت في قضاياهم. نشرت صحيفة الأيام تقريرا مطولا للكاتب علوي بن صميط بعنوان: حضرموت مملكة الثروة والقوة، ماضيا وحاضرا ومستقبل. وبدأ الكاتب التقرير: حضرموت من أهم ممالك الجزيرة العربية منذ ما قبل الميلاد بقرون، واحتربت مع الممالك الأخرى وتمددت أراضيها حتى وصلت إلى رداع وإلى شرق ظفار. وتناول الكاتب تاريخ حضرموت في التجارة والمكانة الاستراتيجية لها، وقال: خلال القرنين الثاني والأول قبل الميلاد تراجعت تجارة القوافل رغم بعض النقوش التي تركها تجار معينيون وحضرميون تشهد على مرورهم بمصر أو في الجزيرة الإغريقية ديلوسا. وبعد بداية العصر الميلادي لا نجد إلا وثيقة واحدة كانت لا تزال تشير إلى تجارة القوافل. وما دامت تجارة القوافل مزدهرة قد مارست حضرموت علاقات وثيقة مع الوسطاء لا سيما مملكة معين، ومن الواضح على كل حال أن قبائل المرتفعات تلعب في هذه الفترة دورا كبيرا في حين تمحي تدريجيا أدوار القبائل المتاخمة للصحراء. كتب هاشم عطيري في صحيفة الأيام تقرير تحت عنوان: نحو 72 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا الجنوب بعد الحرب عبر لحج. وفي بداية التقرير: تدفق بشري هائل وبشكل يومي لهجرة غير شرعية من القرن الإفريقي إلى داخل البلاد في ظل صمت مطبق من قبل الحكومة والمنظمات الدولية اتجاه هذا الزحف المتواصل من المهاجرين غير الشرعيين. وقال: مهربين متخصصين يقومون بنقلهم إلى السواحل الجنوبية للبلاد مقابل عائد مادي كبير، إلى أن بعض تلك الرحلات تنتهي بمآس حقيقية جرى فقدان العشرات من المهاجرين الأفارقة في عرض البحر. الأجهزة الأمنية في لحج أفشلت الكثير من عمليات تهريب الأفارقة وتحفظت على المهاجرين الذين تم ضبطهم، إلا أن عدم توفر الإمكانيات اللازمة لوضع أولئك الأفارقة في مخيمات تدفع بتلك الأجهزة الأمنية إلى إطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم. كل تلك التدفقات اليومية للهجرة غير الشرعية تطرح العديد من التساؤلات حول مصيرهم وأين يختفون، فهناك أحاديث تشير إلى أن الأفارقة تحولوا إلى عمال في مزارع القات في العديد من المناطق الشمالية، فيما آخرون يعتقد أنهم دخلوا حدود السعودية، وهذا مستبعد في الوقت الحالي نتيجة للأحداث التي تشهدها البلاد
ومن خلال إحصائية تقريبية فإن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الواصلون إلى الجنوب ما بعد حرب الحوثيين عن طريق محافظة لحج خلال الأربع السنوات الماضية بلغ 72,000 مهاجر بمعدل سنوي يقدر 18,000 مهاجر غير شرعي، مما يعني أن 50 مهاجرا أفريقي كل يوم يدخل إلى الجنوب بطريقة غير شرعية. تناول موقع الجنوب نت مقال الكاتب عادل المدوري يحمل عنوان عن خطاب الزبيدي بالمكلف، وفي افتتاحية المقال قال الكاتب: حظيت كلمة الرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية المنعقدة في المكلا باهتمام وترقب كبيرين من قبل الخصوم قبل الأنصار والحلفاء. والسبب مكان وزمان هذه الكلمة لأن حضرموت يراها المحتلون البقرة الحلوب، ونحن نراها شعبا وأبطالا، ومنها نضع حدا للغزاة الطامعين والناهبين لخيرات الوطن وثرواته. فقد استهل القائد الزبيدي كلمته بمبدأ يجمع عليه كافة أبناء الشعب الجنوبي والمتمثل بحق أبناء حضرموت بالسيادة على أرضهم، وأن يسلم ملف الأمن والحماية وثروات إلى أهل حضرموت في الوادي والصحراء بما فيها منفذ الوديعة المنفذ الدولي مع السعودية، ملخصا بذلك جوهر القضية الجنوبية التي نناضل من أجلها منذ عشرات السنين. كما أكد القائد اللواء الزبيدي على الثوابت الوطنية الجنوبية، ومنها استعادة الدولة الجنوبية الاتحادية بوسائل سلمية، التزامنا بنهج الحوار والسلام ووحدة الصف الجنوبي ومبدأ التصالح والتسامح، الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها الجنوب لا تزال غاية في التعقيد والصعوبة. بذلت دول التحالف العربي جهودا كبيرة تشكر عليها. الشرعية لم تكن حليفا صادقا وشريكا موثوقا لدول التحالف. خلال الأسابيع القليلة القادمة سنسجل حضورا دوليا قوات النخبة والحزام والمقاومة الجنوبية فخر لكافة أبناء الشعب. المرأة الجنوبية يجب أن تأخذ دورها من جديد. شبابنا المستقبل معقود عليهم، ونرى في وجوهكم النصر والمستقبل الآمن. نشرت صحيفة العرب اللندنية مقالة للكاتب طارق كرمان تحت عنوان الإصلاح ونكبة فبراير في اليمن. وقال الكاتب في المقال: لم يكن انضمام حزب الإصلاح إلى ذلك الحراك إلا بدافعين رئيسيين اثنين، أولهما الكراهية لشخص علي عبد الله صالح ونظامه والرغبة الجامحة في الانتقام منه، وثانيهما وهو السعي للحصول على أكبر قدر من امتيازات السلطة وعوائد الثروة. وتساءل الكاتب: نطرح السؤال الكبير، ما هي النتائج الإيجابية لما سمي بثورة الشباب في اليمن؟ الإجابة هي لا شيء، والتأكد لا يحتاج إلى جهد خارق في البحث والتنقيب، ولا يحتاج إلى قريحة العباقرة في الاستنباط أو الاستنتاج. كل ما أفرزته تلك النكبة هو خراب ودمار شامل، وقتل وذبح وتشريد وفوضى، وسقوط الدولة من براثن مشروع إيران الخبيث، وزيادة مبررات الحراك الجنوبي للانفصال، بل وتعزيز قوته وتماسكه. واختتم الكاتب المقال: الثورة بالنسبة لهم نقلتهم من القاع إلى الصدارة المشهد العام، وجعلوا منها دجاجة تبيض ذهبا وأحيانا بقرة حلوبا تدر لهم الشهرة والسلطة والمال والسفر للخارج وغيرها من الامتيازات التي يحرصون عليها أكثر من حرصهم على الوصول إلى السلطة بشكل رسمي، وبالتالي يعتبرون أنفسهم منتصرين إذ نالوها ولو ذهبت السلطة إلى غيرهم، وأصبحوا مطرودين من وطنهم مشردين في أصقاع الأرض. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث قالت أن محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام أفاد بأن الاتحاد الأوروبي ومنظمات تابعة للأمم المتحدة على غرار برنامج الغذاء العالمي بدأوا يحذون حذو السعودية لجهة تقديم الدعم للبنك المركزي وفتح حسابات فيه. وقال زمام للشرق الأوسط:
إن سفيرة الاتحاد الأوروبي زارت البنك المركزي في عدن للمرة الثانية وأبدت رغبتها في تقديم الدعم والمساعدة، وأضاف أن 5 سفراء من دول الاتحاد زاروا أيضاً اليمن للغرض نفسه، وهو ما يعد مؤشراً على استقرار البنك المركزي واعترافاً دولياً به. وشدد زمام على أن البنك المركزي في حالة جيدة بفضل الدعم السعودي المتمثل في تقديم وديعة بملياري دولار والمنحة المقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بقيمة 200 مليون دولار و60 مليون دولار لدعم الكهرباء. وأوضح أن الاحتياطات الداخلية والخارجية للبنك تصل حاليا إلى أكثر من 3 مليار دولار بما فيها الوديعة السعودية. قال صحيفة الشرق الأوسط أن الأمم المتحدة أعلنت أنها بصدد عقد اجتماع دولي في 26 من هذا الشهر في جنيف لمواجهة الأزمة الإنسانية. وأكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الاجتماع ستشارك فيه حكومتا سويسرا والسويد، وقال إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مدعوة للمشاركة أيضا، وكذلك قادة المنظمات الإقليمية ذات الصلة ومؤسسات تمويل التنمية ووكالات الأمم المتحدة وصناديق والبرامج. وأشار حق إلى أن هناك نحو 24 مليون يمني يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية، وقال إن نحو 80% من السكان يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بما في ذلك أكثر من 14 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدة. وأوضح أن نطاق البرامج الإنسانية للأمم المتحدة تم توسيعه العام الماضي ليصل إلى 8 ملايين شخص شهريا بالمساعدات المباشرة، بعد أن كان العدد يقدر 3.5 مليون عام 2017، وهو ما يجعل اليمن أكبر عملية إنسانية في العالم بحسب قوله. وفي صحيفة البيان الإماراتية، حيث ذكرت في نافذة رأي البيان على موقعها الإلكتروني رأي بعنوان وارسو يدير إيران والحوثية، وفي بداية هذا الرأي بذلت دول التحالف العربي في اليمن جهودا صادقة من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية التي باتت تشكل مأساة إنسانية لليمن وشعبه الشقيق، وذهبوا بمنتهى حسن النية إلى السويد للوصول إلى اتفاق في اتجاه هذا الهدف، لكن خروقات ميليشيا الحوثي الإيرانية أعاقت التنفيذ. وها هو المؤتمر الدولي في وارسو يعلن إدانته الواضحة والصريحة لخروقات ميليشيات الحوثي واعتداءاتها الصارخة وإعاقتها عمل بعثات الأمم المتحدة. وإلى موقع المشهد العربي تناول خبر يقول فيه أن فرق التحصين الصحي ضد الحصبة والحصبة الألمانية نجحت في تطعيم أكثر من 11 مليون طفل مستهدف في مختلف المحافظات خلال الفترة من 9 وحتى 14 من فبراير الجاري. وتابع الموقع نقلا عن وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية أن نسبة الأطفال المطعمين من عمر 6 أشهر وحتى 11 شهرا وصلت إلى 100%، كما وصلت نسبة التغطية للأطفال من سن 12 شهرا وحتى 59 شهرا إلى 78%. ولفت إلى أن الفرق وصلت إلى المناطق الجبلية حيث جرى تطعيم أكثر من 54 ألف مستهدف من البدو الرحل، وأكثر من 39 ألفا من النازحين، وأكثر من 6 آلاف من المهمشين، وأكثر من 17 ألف مستهدف. وإلى كاريكاتير هذا الأسبوع من صحيفة البيان الإماراتية بعنوان اليمن. بهذا الكاريكاتير من صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الأسبوع. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل، حتى الملتقى لكم منا أطيب المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.